بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلبة، في هذه المحاضرة نكمل ما بدأناه المحاضرة السابقة من الكمبز الدفتر. سنتطرق اليوم إلى موضوع الـ Index by Table، أو بسموه أيضا اللي هو الـ Associated Array. طبعا الـ Associated Array هي عبارة عن Data Structure with Two Columns، في Primary Type اللي هو الـ Index، إما بيبقى من Integer or String، وكولوم اوف سكيلر اور ريكورد داتا تايب، ان كونسيست ان كونسترينت ان سايز، يعني ما فيش حجم ثابت لها. هاوفر ذا سايز ديبندز اون ذا فاليو ذا كي داتا تايب كان هولد، قديش بتحط انت كي قديش بصير عندك اللي هو حجم الاري. طبعا تعريفها هيك، بنكتب تايب، تايب نيم از تيبل اوف، وبنحط اللي هو اما كولوم او بنحط تيبل كولوم او بنحط تيبل رو او بنحط في الاخر بنحط index by plus integer او binary integer او var character size. بعدش بناخذ منها متغير نفس نوعها وبنبدا نشتغل عليها، نشوف كيف بنشتغل فيها اللي هي ال في اري او الاري بشكل عام او الاساسيه الاري. بكون في عندنا كي، بكون عندنا فاليو، كل كي مقابلها فاليو، وهذا بلس انتجر. طبعا البلس انتجر هنا اخذناه عسبت انه هو بياخذ قيمه في الذاكره او حجم في الذاكره اقل من النمبر واقل من الانتجر، فبكون سريع التعامل معاه في الريتريفنج للكي للفاليو اللي مقابل الكي. هذا نجيب بشكل بسيط، نعمل اري بسيطه، set server output on، بعدش عندنا declare begin و end. في الديكلاريشن بار حقت حنبدا نكتب كيف بنعرف الاري، لو قلنا type associated array، قلنا is table of، خليها number، index by plus integer او، بعد هيك بناخذ منها في اري نفس نوع الاري اللي احنا عملنا لها اي اري داتا تايب اللي موجود عندنا. بعد ذلك ممكن احنا نيجي ناخذ في اري واحد becomes equal 10 وهكذا، وبنطبعه عادي database management system underscore output.line، بنطبع ايه بالشكل هذا في اري الواحد الكي بتاعتها، بنحط فاصلة مقوطة تطبع لنا اياها بالشكل هاي 10. هيك بقى علينا سهل التعامل معها. نيجي نعمل في اري نوع ثاني تيبل اوف، نغير هذه نخليها امبلويز دوت سالري في المية تايب، يعني هذه اري اوف employees. لو احنا رجعنا زمان قبل ما ناخذ هذا، لما كنا نحط السالري كنا نقول select salary into، اخذ انا رقم عادي نقول في سال من نوع نمبر بالشكل هذا، كنا نتعامل معاها ونقول select salary into في سال و from employees، كنا نقول where employee id equal، نوضع رقم الامبلوي ونقول نطبع ايه، كنا نطبع حالة الفيسان بشكل هذا تمام. ونعمل run هذه، نوقفها شوية select salary into visa from employees where employee id equal 100، اطلع لي ايه الفيسان بالشكل هذا، employee id هذا غلط، employee id بالشكل هذا
فكان يقول لي الفيسان، نطبع الفيسان نشوف ايش بدينا، يقول لي 24,000 بالشكل هذا قيمة الفيسان. لكن لو انا رحت شلت الجملة هذه وحطيت فاصلة مضبوطة هنا وقلت له ران، ايش بيقول لي؟ exact feature tier more than requested number of row، يعني هنا بطلع اكثر من رو. طيب كيف بدنا نحل المشكله هذه باستخدام الاري؟ بدل ما انا اجيب قيمه واحده اذا انا بستخدم اري. كيف بنستخدم اري؟ زي ما احنا شايفين اذا صارت الفي سيل هذه لوحه من نوع الاري السالري اللي موجود فوق انتو في سيل، لو احنا طبقناه كده فيسال اري نوعها اي اري، طيب بوت لاين هذا فيها غلط، جرب كده از انتو ذا ليست اور رونج داتا تايب. طيب الان فيسال بده الموقع تبعه، لو قلت له فيسال بدك الارقام اللي انت بدك تتعامل معاها، تمام؟ لكن احنا ممكن ايش نعمل؟ فور لوب فور اي ان مثلا 100 لوجت 2 110 او 120 110 نقول له ايش لوب، وانا ايش انت لوب، ونيجي نكتب سلكت انتو في سام الاي from employee. هيك بصير عندنا انه يدخل كلهم مره ورا مره. ايه هذا ايش بقول؟ when existing of the following symbol، انا اكثر من نقطه exact feed select salary into vsal ال I from employee. هنا بده ايش؟ where employee ID equal ال I بتاعي، عشان نجيب كل واحد مره رقم 100 حطه رقم 100 بالشكل هذا. procedure successfully complete، عشان نطبعهم ممكن كل مره وانا جوا اللوب اطبعهم database management system. اطبع مين؟ في سال الاي، وانا نظبطها نقول سالري اوف امبلوي ونحط كونكاتينيشن الاي كونكاتينيشن از مع كونكاتينيشن، هيك بصير عندي بالشكل ده. بقول لك انت، انا بدي فاصله مضبوطه بالشكل هذا، سالري 100 كذا، سالري 101 كذا، 102 هيك احنا طبقنا عليهم. ممكن احنا نمشي عليهم واحد واحد برضه ونعدل عليهم بالشكل ده. في حاجه اسمها مثلا هنا نقول نتعامل معاها، مثلا نقول عددهم database management system underscore output، طبعا ممكن نقول في سال دوت فيرست، تطلع لك دوت فيرست بجيب لك اول واحد 100، طبعا 100 مره. طبعا احنا ممكن هذا ايش نطبعه دوت لاست دوت كاونت، تمام؟ في عندي عدد دوت لاست دوت نيكست، تمام؟ اللي بعد وهكذا ممكن تتعامل معاهم لانه الري صارت عندي موجوده، فانت بتتعامل معها بالشكل هذا. في النقطه الثانيه لهذا اليوم هاي الاندكس،
طبعا بقول لك نيكست تريم وديليت وفيرست ولاست وبرير قبل اكزيست موجود ولا مش موجود. تمام، طبعا هاي بقول لك هاي كمان تيبل مثال لو انت طبقته برضه نفس الشغله يعني. نفس الشيء هذا ماي تيبل تيبل اي، بس في عندي حاجه بسموها نستد تيبل. النستد تيبل هو نفس الاسوسييتد اري ولكن تختلف عنها في حاجه واحده، انه فيش فيها اندكس، والاندكس تبعها بيبدا زي ما انتم شايفين من 1 2 3 4 5. هي فيرتشوال اري بالشكل هذا بتكون مخزنه، يعني بتكون قيمه الفيلد الواحد عباره عن اري. تمام، طبعا بقول لك هو ممكن تكون بي ار سكان ريكورد اندكس باي تيبل، هذا يعني بجيبوها للادفانس. لكن لو انا بدي اضرب عليها مثال للنستد تيبل، نجيب هنا مثال معين فرجيك كيف نعمل النستد تيبل. بالنسبه للنستد تيبل اهم شيء فيها انه ما فيها كي، تمام، اندكس، وبكون الكي ضمنيا موجود بيبدا من 1 2 3. النستد تيبل بتستخدم مع الاس كيو ال، يعني الفي ار اي يعني بتستخدم مع الاس كيو ال، كل عشان هي محجوزه بتحجز لها عدد معين من الفيلدز. فانت ممكن تستخدم كلمه اكستند عتبت انك انت تضيف لها اشياء ثانيه. طيب بدي انا اعمل ليست تيبل داتا تايب. طبعا في عندنا حاجه بسموها كرييت اور ريبليس تايب. ليش هذا؟ عشان نحذفه. طيب نقول تيتل as table of numbers إيه. الان انا عملت تيبل من numbers، هنا ممكن انا اعمل create تيبل عادي نسميه customers cust table ونحط فيه cust id نوع نمبر، ونحط فيه كاست نيم نوع بار كاركتر 200. اخيرا بدي احط التليفون، تليفون نوع من نوع تيل تي تيل. بالشكل هذا طبعا هنا عملنا هذا، احنا عملنا كريت اور ريبليس، نوقف هذا عشان احنا ينشئه في الاول عشان ياخذ اللي هو الداتا تايب بتاعه. طبعا هذا ادفانس يعني قليل ما بستخدم. بعد هيك نروح نعمل كريت للتيبل. تيبل سترونج كلاوز فور ذا ليستد تيبل كولوم اتريبيوت. ايش بقول لك؟ ماست تيبل نيم فور ليستد تيبل. بدك هنا تقول له ليستد ليستد تيبل تيل ستور از تي تيل.
ورأيت نون عمان انتر هيل بس بكتب النيم بس بكتب كلهم نو كومان لو جينا نستتبر زامبل تيبل السكوال صامبل الكوليكشن هان نستتبر طبعا هنا بقول لك تيبل سالري تيبل اوف اندكس باي كاركتر سالري وين نستد تيبل تيبل نستد تيبل هاي نستد تيبل طبعا هنا طلع كيف معايا تايب نيم تيبل نيم از تيبل اوف فار كاركتر تيبل جريد از تيبل اوف انتجر نيم من نيم تيبل والماركس من الجندرز والتوتال من الانتجر بجن هاي النيمز وهاي الماركس وهاي التوتال فانت هذه هي عباره عن نستد تيبل كانه عباره عن ليست فانا هنا كان المفروض ان انا استخدمها بالشكل هذا فهذه يعني قليل ما نستخدم عندنا بالشكل اللي انت شايفه انا بس مجرد ان انا حبيت اعرفك عليها وهي ادفانس كثير لو التعامل معها هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.